واحرس عيالك يا حماي الحمية، ولونا يا حيدر يا حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحبتي الموالين، ترقبوا إصدار ذكريات كربلاء الذي يحتوي على بعض مجالس بريطانيا لشهر صفر لعام 1432 للهجرة، وذلك إنتاج وتوزيع تسجيلات العرفان دولة الكويت. الداعي لكم بالخير أخوكم محمد مهدي الساعدي. شبكتي العشرة وتنادي اليوم.